مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل خبز السمسم، فقط السمسم، كتير بسيط وسريع. يلا على الوصف. عندنا سمسم، وعندنا ماء ساخن، وعندنا بيكربونات الصودا او اسمها صودا الخبز، وعندنا قليل من الملح. هذا كل شيء. نطحن السمسم، 1 كوب سمسم 150 جرام، يعني ما بنطحنه مثل هيك، ما بنوصله انه يطلع منه الزيت كله، انه يعني يكون مثل الطحينة، ما بدنا اياه يكون مثل الطحينة، مثل هيك يكون. لازم نوضع قليل من الملح ونص معلقة صغيرة بيكربونات الصودا. هذا كل شيء. نطحنهم مع بعض، يعني يكون نوعا ما خشن مثل هيك يكون. بنضيف ماء ساخن، يعني مغلي، ساخن كتير يكون، ثلث كوب 80 جرام، وبنحركهم جيد حتى ينسجموا مع بعض، يعني مثل هيك يكون. نسكبهم بالصينية الحجم اللي احنا مناسب لنا، ممكن نعملهم 3-4 او ممكن احنا نضاعف الكمية. البذور هي اختياري، اي نوع بذور انتو بتحبوه او مناسب لكم ممكن نوضعه. بنشغل الفرن مسبقا من اعلى والاسفل 200 درجة مئوية. بنوضع الخبز بالرف الاوسط لمدة 15 دقيقة. وهذه هي المكونات، اذا انتو بحاجة لالتقاط صورة للمكونات. هيك اصبح جاهز بعد 15 دقيقة. نتركه يبرد، لكن حفرجيك كيف شكله. كتير هو بسيط وكتير هو روعة. اذا انتم بدكم اياه محمر اكتر من هيك محمر، ممكن تخلوه كمان 5 دقائق بس، ولكن هيك مناسب كتير. شوفوا كيف من الداخل، كتير هو روعة وبسيط، فقط بالسمسم مكون واحد. كتير هو روعة وبسيط. أتمنى الناس اللي عندي على صفحة الفيسبوك يشتركوا على القناة، على اليوتيوب اسم القناة شيف نائل، منشان يوصلكوا كل جديد. في أمان الله.